وهذا سائل يقول: إنسان جمع بين المغرب والعشاء وقصر في وقت المغرب، ثم إن الله لم يقدر له السفر فرجع إلى بيته فصلى صلاة العشاء، هل يعيد الصلاة التي قصرها؟ ما يصح القصر إلا بعد الخروج من البلد، ما دام الإنسان في بلده وهو ناوي السفر فهو ما يقصر حتى يخرج من البلد قاصدا السفر فيبدأ القصر، فعليه أن يعيد الصلاة التي قصرها وهو في البلد قبل أن يشرع في السفر. نعم.